أهلا بكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في تغطية قناة الفلوجة المستمرة منذ ساعات الصباح الأولى. تابعنا عملية الاقتراع منذ افتتاح المحطات والمراكز الانتخابية إلى أن أغلقت، بالأخبار العاجلة برصد المخالفات. فتحنا خطا ساخنا للمواطنين وتابعنا مع المفوضية أولا بأول، مع الجهات الأمنية أولا بأول، مع الكيانات السياسية وتصريحاتهم وما أدلوا به في أعقاب العملية الانتخابية. ثم بدأ اليوم يقترب إلى نهايته، تابعنا أيضا الجهات التي كانت تحث الناس على المشاركة في الانتخابات، وإلى أن وصلنا إلى المؤتمر الأول للمفوضية، ونحن بانتظار المؤتمر الثاني الذي من خلاله تعلن النتائج الأولية أو تعلن على الأقل نسبة المشاركة. فحقيقة كان يوما طويلا. معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ نبراس أبو سودة، مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات. سيد نبراس، مرحبا بحضرتك في قناة الفلوجة. متى سوف يبدأ المؤتمر الثاني؟ الرأي العام ينتظر إعلان نتائج أولية أو على الأقل إعلان نسبة مشاركة. نعم، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا. الحقيقة المفوضية لا زالت حتى هذه الساعة تعمل على استخراج نسبة المشاركة. حضرتك تعرف النسبة ليست، يعني عدد المحطات ليس بالقليل، 55,045 محطة هي الصندوق يعطي النتيجة إلكترونيا، ولكن مسألة جمعها ليست إلكترونية، يعني تجري عبر الجهد البشري ومن ثم تحدد النسبة. فهذا الموضوع يعني يتطلب وقت. لازلنا نحن الآن في مبنى المفوضية، لازلنا يعني منذ ساعات الصباح الأولى، منذ الساعة الخامسة فجرا لهذه اللحظة، إن شاء الله لن نغادر العمل ما لم نحصل على نسبة المشاركة. فإن شاء الله نحن ننتظر خلال هذه الساعة، ربما يعني قد ينجز الأمر. طيب، بالنسبة لصناديق الاقتراع، كانت هناك خطة أمنية استثنائية لنقل صناديق الاقتراع من محطاتها ومن المراكز في عموم العراق إلى مقر المفوضية. هل تمت بنجاح ووصلت صناديق الاقتراع إلى مكان آمن؟ نعم، الحقيقة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وكل الشركاء تؤدى لهم التحية، هذه الدورة الانتخابية كانوا خير عون وخير سند للمفوضية، تضافرت الجهود من أجل النجاح. الجميع كان همه الأول أن ينجز هذا اليوم بنجاح، فكان الموضوع تكاملي، وكانت المشاركة جميلة، وحقيقة الكل أدى دورة، إذا كانت اللجنة العملياتية، إذا كان الإعلام، إذا كانت المنظمات، سواء كانت المحلية أو الدولية، الكل عمل بنجاح وبهمة منقطعة. الحقيقة فعلا هذه الدورة الانتخابية كثيرة الأشياء التي تميزها، بالتالي الحمد لله انتهى اليوم على خير ما يرام، وتحقق هذا الوعد الذي قطعته المفوضية على نفسها. الصناديق نعم نقلت بمساعدة وبمعية الجهد، يعني جهد الجيش والطيران، طبعا كان له دور متميز الطيران الحربي في هذه المهمة، سواء في نقل المواد الحساسة وغير الحساسة، سواء في يعني الآن الباكرة. الآن الصناديق ست نبراس في مكان آمن، لا يمكن أن يتعرض إليها أحد أو تحرق كما حصل سابقا. أكيد، لأنه غدا إن شاء الله بوقت مبكر هذه المراكز الاقتراع سوف تعود للخدمة كمدارس تستلمها وزارة التربية منذ الصباح الباكر، بالتالي كان لزاما على المفوضية أن تنقل الصناديق طبعا إلى مخازن كل تابعة لها في جميع المحافظات، وهنالك مواد نقلت إلى المفوضية في الساعات الأولى بعد مباشرة بعد انتهاء الاقتراع. جيد، بالنسبة للشكاوى قبل قليل كنت أناقش مع الضيوف، هو غياب، يعني تعودنا في الانتخابات السابقة بأن المفوضية منذ اليوم الأول تتعامل مع ألوان الشكاوى، الشكاوى الحمراء والزرقاء وغيرها من الألوان الأخرى حسب درجة الشكوى ومستواها
في تأشير المخالفة. نعم. هل يعني ستكشف المفوضية وتكون واضحة في إعلان حجم الخروقات وألوانها المختلفة؟ سيدي الكريم، هذه الدورة الانتخابية كانت نسبة المكاشفة والصراحة كبيرة من قبل المفوضية، سواء للإعلام أو للمهتمين. ربما هي تحاول هنا، ونحن لا ننكر، استعادة الثقة التي فقدت على مر الفترات السابقة. فلذلك نعم، كل الشكاوى سيعلن عنها حال تصنيفها، لأن الشكاوى تدرس ومن ثم تصنف، هكذا تعودنا في المفوضية، إلى حمراء وخضراء وصفراء. بعد هذا يعني طبعا تأتي خلال اليوم الأول، نحن بانتظار الشكاوى خلال 24 ساعة، هذه 24 ساعة الأولى تأتي الشكاوى وتصنف، ومن ثم يتم التعامل معها. فهذا الموضوع أكيد طبعا، لأنه الشكاوى هي راح تبين، هي راح تعتمد عليها نتيجة الانتخابات النهائية. ما سيعلن عنه إن شاء الله على مدى الساعات القادمة، أنا لا أعلم حقيقة، ستنتهي إلى 24 أم سيتم الإعلان قبل ذلك. هي يعني النتيجة الأولية وحجم الشكاوى وقعون هو من سيحدد النتيجة النهائية. فشكاوى مسألة مهمة جدا. أكو عدد يعني لا بأس به من الشكاوى، لو تشوفوا عدد الشكاوى اللي وصلت في الإطار المقبول؟ أستاذ، عدد الشكاوى يأتينا مع تقرير الغلق. تقرير الغلق أنا قلت لك، هذا التقرير هو الذي يحدد عدد الشكاوى وعدد الذين يعني وصلوا إلى صناديق الاقتراع ونسبة المصوتين، هذا كله يحتوي تقرير الغلق، حتى عدد الشكاوى الواصلة، لأنه هو مثل عملية تسوية يعني ينهي بها مركز الاقتراع عمله. نحن ننتظر إن شاء الله، هذا الموضوع لا زال العمل قائم عليه، وإن شاء الله سوف يعلن عن عدد الشكاوى مع نسبة المشاركة. طيب ست نبراس، فيما يتعلق تصنيفها بخطوة لاحقة طبعا. عفوا شون بس عفوا عيد الجملة الأخيرة. تصنيف الشكاوى بخطوة لاحقة، لأن تحتاج إلى الدراسة والتصنيف. جيد، الرأي العام دا ينتظر ست نبراس نسبة المشاركة، ويعني مهما بلغت، ما يخالف، مهما بلغت نسبة المشاركة يعني سيكون هناك طعن. تدرين الرأي العام يعني مثل ما يقولون بالعامية ملجوم من تزوير نسب المشاركة. هل ستكونون واضحين وشفافين بإعلان نسبة المشاركة مهما كانت؟ أكيد أستاذ، إن شاء الله. هذا الموضوع ما يقلقنا، نسبة المشاركة ما تقلقنا، إذا كانت المفوضية تأمل طبعا أن تكون نسبة المشاركة كبيرة، لكن هذا ما يقلقنا. ليش؟ لأنه نسبة المشاركة متعلقة بإرادة الناخب. المفوضية مطلوب من عندها أن تقيم الانتخابات فنيا بإجراءات سليمة وبمكاشفة وبمعايير النزاهة والشفافية والعدالة والحيادية. فإذا توفرت هذه الشروط تكون الانتخابات نجحت. أما نسبة المشاركة، فأنت حضرتك تعرف لا عالميا ولا عراقيا أكو نسبة تحدد الحد الأدنى لمقبولية نتيجة الانتخابات. بالتالي إذا هي 10% مقبولة، وإذا هي 100% مقبولة. فهذا الموضوع هو ما يقلق المفوضية، لأنه هذا يتعلق بإرادة الناس بنفسه، هو حق. بالتالي هو يعني استخدم حقه أو ما استخدم حقه، هذا يعود إلى إرادته. لكن إحنا ما يهمنا النزاهة، درجة النزاهة والشفافية ووضوح إجراءاتنا في هذا الموضوع. هذا ما يهم فعلا المفوضة، طبعا مع آمالها الكبيرة في أن تكون نسبة المشاركة كبيرة. هذا من الناحية الوطنية أستاذ، هذا شيء مهم لبلدنا، تكون الحكومة ممثلة تمثيل صحيح من كافة أطياف الشعب العراقي. بالتالي اليوم هذه الأصوات وهذه المشاركة هي الإيد اللي راح ترفع بلدنا وترجعها إلى المكان المستحق. جيد، احنا هسه بس يعني حتى طولت وياك ست نبراس وتعبناكم، انتم ايضا لا. تعبانين، لكن لا. فقط اجابة سريعة بلا زحمة عليك عن موعد يعني المؤتمر، مؤتمر المفوضية، شو وقت المنتظر خلال الساعات؟ لانه رئيس المفوضية قال خلال ساعة يعني ساعة ساعتين. اكو موعد قريب؟ اليوم
لا اليوم ما راح يكون اكيد اكو مؤتمر، لانه احنا دخلنا على راح ندخل على اكثر من العشرة ونص، اكيد ما اكو مؤتمر. اذا راح تكون اكو نتيجه راح يعلن عنها بالويب سايت وفي وسائل التواصل المفوضيه، وسوف نبلغها عن طريق الجروبات الاعلاميه. لكن غدا ان شاء الله اكيد راح يكون اكو مؤتمر، ومؤتمر يعني مهم. شكرا جزيلا الأستاذة نبراس أبو سودة مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات على هذه المداخلة المطولة لقناة الفلوجة. أكو الكثير من التساؤلات طبعا والكثير من القضايا محل النقاش. الرأي العام الآن دي ينتظر شغلتين، شغلة نتائج ونسبة، عفوا شغلة نسبة مشاركة ونتائج. ليش؟ لأن حقيقة الثقة بإدارة العملية الانتخابية وحسن النتائج، ثقة الناس بالمفوضية مرتبطة بهذا المفتاح، مفتاح الشفافية والوضوح بإعلان. لذلك يعني من وحي كلام الناس وانتقاداتهم وملاحظاتهم كنت يعني أهتم بهذا السؤال. معانا جاهز من أربيل الدكتور مهند الجنابي، باحث في الشأن السياسي، أستاذ علم سياسية. دكتور مهند، أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى. تقييمك للأداء السياسي الآن، يعني بمعنى كمراقب، كيف تتابع التفاعلات السياسية وردود أفعال أولية ربما للجماعات السياسية تجاه ما يعلن من نتائج من خلال المراقبين؟ السلام عليكم دكتور زيد، تحياتي لجنابك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا. أعتقد أنه الموقف اليوم بعد انتهاء التصويت من حيث الجانب التنظيمي والجانب الأمني، أعتقد أنه كما كنا نتوقع يعني، وكما أعلنت عنه المفوضية في الأسابيع الماضية وتعهدات الحكومة والمؤسسات الأمنية، هو كان بشفافية. وأعتقد أنه عولجت الكثير من حالات الاختراق التي كانت تحصل في السابق، وحتى على المستوى الأمني لم نشهد خروقات كبيرة تعكر الأجواء العامة للانتخابات. لكن أعتقد أنه هذا ليس كافيا فيما يتعلق بالأجواء السياسية وفيما يتعلق بالنتائج التي تعلم من أحزاب سياسية وكتل سياسية وليس من الجهات الرسمية. أعتقد أنه يأتي في إطار التنافس نشهد في كل انتخابات قبل إعلان النتائج، الجميع يتصور نفسه فائز والكثير يعني يعلنون عن نتائج. أكيد هي بناء على معطيات مراقبي الكيانات السياسية، وأيضا بناء على الحالات التي تجمع داخل مراكز الاقتراع بعد أن تنتهي عملية التصويت. لكن بكل تأكيد أعتقد أننا سوف لن نكون أمام حديث عن فائزين ككتل وليس كأفراد إلا بعد الإعلان الرسمي للنتائج، والذي هو حسب قانون الانتخابات وحسب التعليمات أنه سوف لن يتأخر. أعتقد أنه مساء يوم غد ستعلن النتائج بشكل كامل وستتضح الصورة. طيب. من جانب آخر أعتقد أنه حتى الآن عندما تذهب بعض القوى السياسية، هي تريد أن تستبق الأوضاع السياسية وتريد أن تضع مسبقا شروطها، إما للطعن في نتائج الانتخابات أو لأن تحجز مقعدا في المفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة. وأيضا كلما كانت الكتلة ترسل رسائل قوية أكبر بعيدا عن النتائج الحقيقية، هي تحاول أن يعني تخلط الأوراق أو تحاول أن تعكر الرأي العام، وهذه ممارسات سياسية طبيعية. ننتظر إعلان النتائج من أجل الحديث عن من سيشكل الكتلة الأكبر وكيف ستكون. إذن لازم نصبر البكرة على هذا الكلام. أستاذ نايف الغانم، رئيس مركز مراقب للإعلام والدراسات، مرحبا بك ضيفا. الآن القوى السياسية كلهم يترقبون، لكن بنفس الوقت هم بدأوا يكتشفوا حجومهم الانتخابية للمرحلة المقبلة. أعود إلى سؤال من التغطية السابقة، هل نحن أمام هدوء يسبق العاصفة أم سيرضخ الجميع للنتائج؟ أولا تحية لك ولقناتك الكريمة ولضيفك الكريم. مرحبا. وأيضا أنا لاحظت من هذه التغطية كثير من الأخوة الذين تحدثوا وسبقونا بالحديث تحدثوا عن أن هناك شفافية في الوصول إلى مراكز ومحطات الانتخابية، وهذه حقيقة أنه كان هناك سلاسة في الوصول، لكن رافق ذلك مشاكل كثيرة، منها أولا عدم اعتماد البطاقة البيومترية، وأيضا عطل في كثير من
في المحطات والمراكز على مستوى محافظات العراق وليس على مستوى محافظة معينة. إضافة لذلك كانت هناك كثير من المخالفات التي رصدت ورصدها الصحفيين ورصدها الجمهور أيضا، وأشرت أن هذه المخالفات تعد انتهاك، منها الترويج المباشر لبعض المرشحين، التواجد في بعض المقار، طرد المراقبين الدوليين من وعدم الموافقة على مشاركتهم للمراقبة في ساحة المراكز والمحطات، وانتهى وعموما انتهت العملية بشكل تام. ولوحظ أن نسبة المشاركة كما توقعنا سابقا أنها كانت على مستوى جنوب العراق بمستوى 8 محافظات إلى 9 محافظات مع بغداد عزوف، وأعتقد أنه كانت النسبة الحقيقية هي 8 إلى 10 أو 12% بين محافظة وأخرى، في حين أن بغداد كانت الرصافة أقل من الكرخ، والكرخ كان بمستوى أعتقد أو 14% أو 15%، في حين كانت الرصافة 10 إلى 12% حسب تقديرات الصحفيين والمتابعين الإعلاميين والمحللين للمشاركة. في أيضا على صعيد المحافظات الغربية الأنبار كانت لها مشاركة عالية، وهذا نتاج الصراع ما بين الأطراف المتنافسة في ساحة الأنبار، وأيضا التأثير الاجتماعي القبلي كان له الدور الكبير بعيدا عن الولاء، مع احترامي للولاء للوطن والمشاركين، لكن الصراع كان هو الذي اتخذ سمة الوضع وفعل المشاركة، كما حصل في محافظة ذيقاير أيضا الصراع ما بين امتداد. أستاذ نايف، تشخيصك للمشاركة والفاعلية مثلا في الأنبار متأتي من وحي التجربة أم متأتي من شدة الاستقطاب السياسي؟ لا هو كان طلاع مباشر، وكنا هناك متابعين ومحللين عكس الصورة الحقيقية واقع أمر الموجود، وهذا نبع أيضا من دراسة على واقع الحال والطلاع مباشر. يعني تقصد الاستقطاب السياسي حدة التنافس عن الواقع وإنما يتماشى مع ما حدة التنافس السياسي. أنا أتحدث عن المشاركة التي فعلت المواطن بشكل عام في ساحة العراق لا يؤمن بأنه لأن موجود في العملية السياسية يمثل العراق كدولة وسياسة، لكن المشاركة في ساحة الانتخابات رغم أنه يعرف لا خير في الموجود وأن هناك نقص في بعض هذه العناصر والأدوات أو قالبية هذه الأدوات التي تمثل العملية السياسية، في نقص في كثير من التفاصيل، وأنهم ساهموا في هدر الثروات وتدمير البلد، إلا أنهم شاركوا، وهذه المشاركة تأتت من من؟ تأتت من الحث والشحذ القبلي وليس الشحذ المدني الوطني. كان هناك تأثير الاجتماع القبلي في ساحة الأنبار غالب على هذا الأمر، كما حصل في ساحة الموصل وساحة صلاح الدين التي تماشت مع العلاقات العامة والقبلية بحالتين. أما في كركوك فأصبحت المشاركة هناك صراع وجود بين العرب والكرد، جماعة السليمانية أيضا الحزب الكردستاني والثاني جماعة برزاني، هذول كان هناك أيضا صراع وجود في ساحة كركوك، لذلك كانت مشاركة أعتقد تبشر بمستوى كثير. مجملا بمتوسط حسابي أعتقد أنها لا تصل للنسبة التي أعلنتها المفوضية وهو 19%. هل يمكن أستاذ نايف أن تؤسس هذه الانتخابات لوضع مغاير من وجهة نظرك في الساحة العراقية؟ أنا أعتقد أنه ليس بيد الشعب قرار، القرار قرار دولي والكل له مصلحة في ساحة العراق، وما ينتج عن هذه الانتخابات هو متوقع بنظام المحاصصة التي بنيت عليه العملية السياسية، وبالتالي النتاج لن يختلف عما سبق سوى بتشكيلة فلان وفلان، ولكن بالمسميات ستكون نفس المسميات هي موجودة ونفس المحاصصة وبتساوي مكاسب المقاعد. يعني الآن نتاج الانتخابات ستعلن، ستجد أن هذا الإعلان لن يعطي كتلة أكثر من الثانية سوى أن هناك توافق بين طرف وآخر، لكن لن يعطي كتلة الحقيقية في تشكيل قرار سياسي وحكومة، وهذا ديدن الاتفاق ما بين الدول الراعية والأجندات الخارجية التي ترعى الأدوات في الأدوات العملية السياسية، وبالتالي ستكون هناك حكومة توافقية لكن لن يكون للكاظمي والحلبوسي وبرهم صالح وجود. جيد. نعم. دكتور مهند، يعني كان هناك تصوران متقاطعان إلى حد ما أحدهما عكس الآخر. التصور الأول يقال بأن الكيانات السياسية في حجومها الانتخابية اللي حصلت عليها في عام 2018 ستقل نحو المستوى الأدنى. هناك تصور آخر يقول بأن الكيانات السياسية هذه يعني لن تحافظ، قد تزيد من حجومها الانتخابية بمقاعد بسيطة مستثمرة تحول النظام الانتخابي نحو الدوائر
المتعددة الصغيرة، أيهما ترجح بناء على الاستطلاعات نتائج الأولى من لدن المراقبين؟ أعتقد أنه لكي نرجح صورة من هذه الصور علينا أن نأخذ منحنى القوائم وما حصلت عليه من مقاعد منذ انتخابات عام 2010 حتى هذه الانتخابات الأخيرة. لم تحصل كتلة من الكتل السياسية على أعلى من 91 مقعد أو 89 مقعد كما كان في انتخابات عام 2010. جميع الكتل السياسية حتى التي كانت تحافظ على وجودها السياسي وعلى تحالفها وعلى أحزابها كانت في اتجاه التناقص، وبالتالي الفكرة الأساسية والجوهرية من ما كان يحصل في الدورات السابقة كان رئيس القائمة هو من يعني يرفد بقية عناصر القائمة بمقاعد، وكنا أمام أرقام تصل إلى 250 ألف ناخب. فبالتالي هذه ساهمت، أو قانون الانتخابات الجديد ساهم أولا في عدم وجود هذه الأرقام الفلكية، من جانب آخر نظام واعتماد نظام الفائز الأكبر وليس نظام سانت ليغو هو بكل تأكيد سيحجم من بعض القوى السياسية، ولهذا السبب نلاحظ كيف كانت المنافسة محمومة وكأنهم يعني يبحثون حتى عن الصوت الواحد في خطاباتهم وفي حملتهم الانتخابية وفي شحذهم لجمهورهم، وأدخلونا في سيناريوهات متعددة، مسألة الانسحاب ومسألة العودة وما إلى ذلك. فبالتالي أعتقد أنه معطيات الانتخابات الحالية ومخرجاتها ستكون متساوية نوعا ما بين القوى السياسية، لكن بكل تأكيد وفقا للمؤشرات ووفقا لنظام الفائز الأكبر ووفقا لما نتصوره من حدوث مفاجآت بناء على التطبيق الأول لهذا القانون، قد نكون أمام كتل سياسية لا تحصل حتى على ما حصلت عليه في انتخابات عام 2018، وهذا أعتقد أنه سيزيد بشكل كبير من التنافس الحاد فيما بينهم، وسننتظر قد نكون أمام فوارق بين يعني بنائب أو نائبين بين كتلة وكتلة أخرى، وهذا سيدفعنا إلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لنأتي ونتحدث عن الكتلة الأكبر وما يتلو ذلك. نعلم جيدا أنه السياق السياسي في العراق هو ذاهب باتجاه الكتلة الأكبر برلمانيا وليس انتخابيا، وبالتالي أعتقد أنه تقزم حجوم الكتل السياسية مسألة واردة وتميل لها المعطيات الحالية، وبالتالي طبعا هذا يصعب مهمة يعني تشكيل فريق يقوم بهذا الواجب نظرا لتقارب النتائج. وبالتالي احنا ايضا ربما نجمع مرة اخرى على ان خيار العودة الى قواعد اللعبة السابقة وارد جدا. طبعا بكل تأكيد، يعني كان هنالك متغير لو كان موجودا وفاعلا في هذه الانتخابات في انتخابات اليوم كان ممكن ان نتحدث عن متغيرات تحصل على الأرض، وهو أقصد هنا المشاركة، مشاركة الأغلبية الوطنية وليس الأغلبية الأقلية الحزبية عفوا. فبالتالي الآن مدخلات الانتخابات ستأتينا بمخرجات وفقا لنسبة المشاركة وفقا للأحزاب الموجودة والكتل التي تتحدث عن أرقام أولية. بكل تأكيد نظام المحاصصة باقي كما هو ولن يقف عند تشكيل الكتلة الأكبر وتقسيم الوزارات والحصول على الوزارات. لاحظنا أيضا إذا عدنا إلى الدورات السابقة هو في كل دورة يختلف ويتجذر أكثر حتى على مستوى المديريات والأقسام في مؤسسات الدولة. فبالتالي أعتقد أنه الآن الكتل السياسية تتحضر وتحضر نفسها للحصول على التوافقات لبناء التوافقات من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي القاعدة الأساسية في تشكيل الحكومات هي واردة جدا في هذه الانتخابات، وهذا يعطينا أيضا مؤشر حساس للغاية أنه هذا النظام السياسي ليس قادرا على إصلاح نفسه، وبكل تأكيد هو عاجز عن أداء وظائفه الحقيقية. معنى ذلك وما شاهدناه اليوم من عزوف كبير حتى مما كنا نتوقع في ظل أجواء هادئة وفي ظل تقنيات استخدمتها مفوضية الانتخابات، لم تدفع هذه الآليات وهذه الإجراءات الناخبين للتصويت. وبالتالي أعتقد أنه مسألة غياب الحياة السياسية وغياب مؤسسات دستورية وغياب سيادة القانون هو عامل أساسي في عدم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وأنه الانتخابات هي ليست لحظة تجرى فيها وتنتهي، بل هي تحتاج إلى بناء على مدى 4 سنوات تبني الثقة بين المواطن العراقي وبين الحكومة والنظام السياسي. نسبة المشاركة أستاذ نايف لم تحسم بعد بشكل رسمي من لدن المفوضية، لكن
يعني التقديرات تقول بأنها لن يعني تصل إلى نسبة 30% في أحسن أحوالها، وبالتالي ما هي الرسالة التي وصلت للجماعات السياسية والتيارات في العراق؟ يعني إن كانوا يعتبرون مسألة المقاطعة هي بالأساس رسالة وليس ممارسة ديمقراطية. كلنا نتذكر 2018 كانت النتيجة والمشاركة لم تتجاوز 12%، في حين أن المفوضية قد أعلنت رسميا 18 إلى 19 في حينها، لكن بعد يوم بعد هذا الإعلان الرسمي المفوضية صعدت بقدرة قادرة أنها أصبحت 26%. إذا لا ثقة في هذا الإعلان أو ما سيعلن. نحن نعي وندرك تماما أن الشارع والمشاهدات التي تمت وتمت متابعة والتي تمت من خلالها متابعة المراكز والمحطات في مقرات الانتخابات أوضحت وأثبتت باليقين المشاركة الحقيقية للجمهور. العزوف واضح عن المشاركة، أيضا قامت بعض الجهات من خلال الجوامع ومن خلال بعض النداءات ومكبرات الصوت على بعض السيارات والترويج في الشوارع والترهيب واستخدام السلاح في بعض المناطق في بعض المحافظات لمحاولة بذلك أنه تستقطب الجمهور، لكنها عجزت وفشلت في استقطاب الجمهور. هذا يعود لعدم ثقة الجمهور في المفوضية ومن سيكون في سدة البرلمان، أي سيكون من سيكون في من سيكون نتاج لهذه الانتخابات. الثقة معدومة لأنه لا ثقة بالعملية السياسية برمتها، لأنه أصلا العملية السياسية بنيت على خطأ، وهي ويشهد بذلك من أهلها هم أنفسهم ذاتهم الذين تبوأوا مراكز السلطة منذ 2003 حتى يومنا هذا، يشهدون بأن هذه العملية عملية فاشلة وبنيت على قاعدة خطأ، وكل ما يبنى على خطأ يبقى خطأ. وما نتاج اليوم والانتخابات التي حصلت اليوم إلا هي خطأ بتلك القاعدة التي استندت إليها مكونات بريمر وقاعدة البناء المفهوم بمفهوم المحاصصة. بالنسبة لي أعتقد أنه نعم معذرة، لكن حتى نعم. لا تفوتني هذه النقطة. اليوم الاتحاد الأوروبي والفريق المراقب من الاتحاد الأوروبي كان واضحا في الحديث عن وجود مقاطعة ملفتة للنظر. برأيك، طبعا سيكتب تقرير فيما بعد على المستوى الأممي وكل المراقبين اتحاد أوروبي وغيرهم، هل سيحرك ذلك شيء تجاه العراق إذا ما سجلت يعني نسبة مشاركة 25%؟ هل هذا ملفت للأوروبيين أم سيستسلمون لذلك طبقا لقواعد اللعبة السياسية على الأقل في المنطقة ومصالحهم فيها؟ هو بكل تأكيد سيؤثر بالرأي العام، لكن هل سيكون هناك قرار ويتبع ذلك قرارات أممية أو قرارات من الاتحاد الأوروبي أو قرارات؟ لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد فقط سيكون هناك منابر حرة إعلامية، منابر ذات سمة متابعة أو متابعة إعلامية استقصائية، أعتقد سيكون لها الدور والحديث عن هذا الموضوع. بنفس الوقت أعتقد سيكون ردة الفعل للمفوضية الآن أن هناك نسبة مشاركة قد تجاوزت 25%، وهذا غير صحيح. لكن أنا أعتقد أن المفوضية في العراق ستذهب إلى هذا، وستكون هناك طامة كبرى بأنه جعلت فارق المشاركة ما بين الحقيقة والكذب ما يقارب 15%. هذه 15% كيف ستغطى؟ ستغطى من خلال ما سمحت له من المشاركة في التصويت من الذين ادعت أنهم لا يحملون بطاقات بايومترية ولم يحدثوا معلوماتهم، ودعتهم للتصويت من خلال هوية الأحوال المدنية والمستمسكات الأخرى. فسيعطينا أيضا طابع آخر أن التزوير سيحصل يعني بتحصيل حاصل وبنتاج نهائي. سيكون لدينا 15% مشاركة من الجمهور الذي يعني من 25% 25 مليون مصوت، أعتقد إذا 15% تحسب منه مش بالسهل، يعني سيكون هناك عدد كبير بأصوات مزورة سترفض هذا وذاك، وستخلق حالة يرقبها الطرف الراعي بالأجندات الخارجية لكي يوصل من يريد أن يوصله إلى سدة السلطة، أو من لم يتمكن من الحصول على أصوات مؤيدة له من الشارع. وهناك الكثير من هذه الأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين لم تحصل على أي صوت مؤيد لها، لم تحصل على أي صوت يؤيدها حتى بمستوى 100 صوت، وهذه عليه قراهنة. كيف سيصل إلى سدة البرلمان؟ سيكون هناك سلوك بما سبق من سلوك بالانتخابات التي مضت، وبالتالي ستمنح أصوات أخرى غير موجودة من خلال هذه النسبة المئوية التي ستضاف
على نسبة المشاركة في ساحة الانتخابات التي سترتفع من أقل من 15% إلى 25 أو 26%، وهذا ما أعتقده. طيب سيكون يعني نسبة المشاركة ستظل يعني محل تشكيك، وهذا التشكيك يعني لم يأتي من فراغ بسبب يعني رداءة إدارة العمليات الانتخابية السابقة. لكن دكتور مهند الجنابي، بالأرقام التي تسمع وبالحجوم الجماهيرية للجماعات والكيانات السياسية، أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%، فهذا أمر وارد جدا. يعني نتحدث عن حشود مليونية بالإمكان أن يعني تخضع لتوجيه بسبب ارتباطها بتنظيم هيكلي مع تيارات وجهات سياسية. لما لا تصل إلى 40؟ يعني لماذا يشكك في هذا الموضوع دائما؟ يعني بداية أنا أعتقد أنه ربما أختلف مع الضيف الكريم أنه المفوضية ليس دفاعا عنها، لكن هذا ما لاحظناه في السياسات التي اتبعتها لتنظيم الانتخابات، وحتى بالتواصل مع بعض الأصدقاء العاملين. بيان المنتصف كان يتحدث عن نسبة بحدود 19 إلى 18%، وبالتالي أعتقد أنها أرقام قريبة من الأرقام الحقيقية. على الجانب الآخر، ما اتخذته المفوضية من قرار فيما يتعلق بسؤال حضرتك أنه إذا كانت نسبة 40% هي نسبة مقبولة، دعني أضف على ما تفضلت به دكتور زيد أنه هذه 40% هي ليست من 25 مليون ناخب عراقي، هي من 20 مليون أو ما بين 18 إلى 20 مليون ناخب عراقي يمتلكون البطاقة البيومترية أو البطاقة الإلكترونية حسب ما اتخذته المفوضية بقرارها باعتماد معيار نسبة المشاركة على من تسلم البطاقة البيومترية. وبالتالي إذا كنا أمام 8 مليون مصوت فسنكون أمام 40% على هذا القرار، لكن هو ليس 40% من العدد الكلي ل 25 مليون ناخب عراقي. وبالتالي هذا القرار هو بكل تأكيد سيسهم في رفع نسبة المشاركة وإن كانت هي نسبة غير حقيقية. إذا أسقطنا هذه الأرقام على الواقع وعلى المشهد السياسي، أعتقد أننا يعني سنكون أمام صورة لاحظناها اليوم وراقبناها في خطابات زعماء الكتل السياسية وفي الصفحات التي ترتبط بهم والتي تواليهم. كانوا يبحثون عن كل صوت ويحثون بشكل مستمر، وحتى على مستوى انتشارهم في الدوائر الانتخابية في المحافظات يدعون الناس إلى المشاركة ويقسمون التوقيتات. وهذه المسألة تعكس أنه هنالك يعني مسألة المقاطعة هي لا ليست مقتصرة فقط. أنا قبل شوية دكتور لا يثق بهذه العملية السياسية. نعم، بعض يعني بعض المصادر تتحدث عن سقوط مدوي ل يعني أسماء كبيرة في المشهد السياسي. إذا ما صحت مثل هذا النتائج، ما أثر ذلك على الناخبين يعني بصورة، على الرأي العام بصورة عامة، لا سيما من قرر مقاطعة الانتخابات، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع السياسي بصورة عامة؟ يعني هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للناخب العراقي وللمواطن العراقي. إذا ما كانت النتائج مثل ما نميل أو مثل ما تريد الإرادة الوطنية في إقصاء بعض الأطراف السياسية التي ساهمت في إيصال الدولة، هل سيكون هذا مقنع بأنه الانتخابات لو كان خيار المشاركة موجود سيكون يساهم بإحداث تغيير أو على أقل تقدير اختراق البرلمان المقبل، من أجل أن يكون الضغط الجماهيري ليس فقط في إطار المواجهة بل حتى من الداخل؟ هذا أعتقد أنه سيكون مقنع، لكن سيكون الوقت قد فات. بالتالي مسألة انعكاس هذا الأمر على المشهد السياسي، أعتقد بكل تأكيد أننا كما تحدثنا قبل قليل أمام الصورة الحالية والفائز الأكبر قد نكون أمام مفاجآت. نتذكر في عام 2019 تحديدا في شهر كانون الأول، عندما استقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، نحن في كل أزمة سياسية تطبق مادة دستورية، ونلاحظ أنه هذا الدستور الذي بلغ عمره 16 سنة عندما تطبق مادة للمرة الأولى نكتشف الثغرات، وبالتالي هذا فرق بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. فما بالنا بقانون انتخابات عمره أقل من سنة، يعني هو في شهر تشرين الثاني أقر من العام الماضي، وبالتالي مسألة تطبيقه أعتقد أننا سنكون أمام مفاجآت.
هنالك أسماء قد لا تكون طبعا هو بالأساس بعض الأسماء وبعض زعامات الكتل هم لم يرشحوا في الانتخابات، لكن حتى من كان يتحدث عن أرقام كبيرة جدا وأرقام فلكية من حيث عدد المقاعد، ومن كان يطمح بالوصول إلى مناصب وإلى يعني منافسة حادة، أعتقد أنهم سيكونون أمام واقع مختلف، وهذا يعتمد على مسألة الفائز الأكبر، لأنه نسبة صعود نتحدث بالأرقام، نسبة صعود المرشح ستكون سهلة في بعض الدوائر وصعبة في دوائر أخرى، لا سيما الدوائر غير المحسومة. طيب أيضا أستاذ نايف الغانم، لو فرضنا يعني على فكرة عدم فوز وخسارة أسماء كبيرة في المشهد السياسي العراقي، ماذا لو أفرزت الكيانات التي مثلت تشرين أيضا كتلة نيابية معينة، لا نقل 15 فلنقل 10 من الفائزين، هل هذا يمثل تحول بالإمكان التأسيس عليه في الحالة السياسية؟ أولا بس ملاحظة بسيطة، انه الدكتور مهند الجنابي هو شخص محترم بتحليله وتحليل منطقي اكيد. اولا الاحصاء الخاص بالمفوضية لكل الذين يستحقون ان يصوتوا 70 مليون، واعتقد ان 40% او النسبة التي ستؤثر سلبا النتائج، نعم ستؤثر ولا اين تذهب. فهذه الفكرة اللي انا طرحتها انه سيكون تزوير من هذا الباب. أما ما تفضلت جنابك الكريم، لن تكون لأي كتلة صلاحية وإمكانية بتشكيل حكومة، وهذا أمر من الراعي والجهة الراعية، وهذا دليل آخر يعطي هذا تقريبا محسوم. أستاذ نايف، هذا تقريبا محسوم. الحالة السياسية والانتخابية، حجم المقاطعة لا تسمح بالحجوم الانتخابية أن تكون متباينة، لكن أنا سؤالي عن خسارة أسماء كبيرة وصعود أسماء جديدة ربما ترتبط بتشرين، هذا يؤسس لحالة جديدة في المشهد العراقي؟ لن يؤثر شيء أبداً، لن يؤثر ولن يحرك ساكن، لأنه بالتالي سيادة القرار ومن يتحكم بالقرار هو نفسه موجود، والقاعدة الأرضية التي بنيت عليها العملية السياسية هي نفسها بنفس الآلية. فهذا الذي سيأتي جديد كحركة، مثلاً لدينا بعض الحركات، كل الحركات التي موجودة الآن وقد يعني لدينا مثلا حركة امتداد في محافظة ديقان، هي تنطلق من قاعدة أنها اشتركت في تشرين، وتنطلق أنها ستكون موجودة وفعلا حصلت على بعض المقاعد، وهو خلق صراع في محافظة ديقان. هل تستطيع هذه الحركة أن تغير ساكن أو تحرك ساكن؟ أعتقد أنها ستجري بسلوك محاذي للسلوك السابق، لا يمكن لها أن تأخذ سلوك آخر. أسماء كثيرة قد أنت تقول والضيف الكريم أنها ستسقط في إسلام مدوية، لن يكون هناك أسماء، ليس هناك كبير، أولا هناك أحزاب وعناصر سياسية. لا شلون أستاذ نايف، أستاذ نايف أكو أكو معذرتك، أكو أسماء كبيرة وأكو أسماء تدعي أنها الفائزة، وأكو أسماء تتبنى الخطاب الطائفي وتتبنى التمثيل الطائفي، هاي كلها موجوده. الكتله الصدريه الان تدعي ان رئيس الوزراء سيكون منها، لكن الكتله الصدريه لن تحصل اكثر من 50 مقعد او 55 مقعد. ما هو هذا اللي نقوله، هذا اللي نقوله الطائف العشره اللي عن الاربعين، وهذا متوقع بفضل جهود الكاظمي، لانه الكاظمي بحكم سيطرته لرئاسه الوزراء وتاثيره على الموظفين والتابعين الرسميين للحكومه سيكون مؤثر عليهم، وبالتالي سيعزز من المقاعد التي يحصل عليها التيار الصدري. لكن هل سيحصل بالمجمل النتيجة أكثر من 55 أو 50؟ أنا لا أعتقد. لن يتمكن دولة القانون تتحدث عنها ستسود الشارع، لن تحصل أكثر من عشرينات، يعني لا يمكن أن تأتي بثلاثين مقعد، وهذا من المستحيل. العبادي لن يأتي بعشرين أو أقل، وهكذا الحكمة لن يأتي بهذا الرقم أو أقل أو أكثر. بكل حال حقيقة نعم، لغة الأرقام هي من تحكم، حتى يعني أيضا لا ننسى بأن هناك لن يكون هناك ابتياز ولا سمة لأحد، لأنه الراعي يريد هذا. نعم، بالنسبة ما جاوبتني على تمثيل مسمى تشرين، لن يكون هناك لمسمى تشرين دور مؤثر، سيكون هناك مشاركة ممن دعا أنه يمثل تشرين، ولن يؤثر بالنتيجة شيء، ولن إلا أنا أقول لك قد يأخذ على عاتقه أن يستبعد تحت عنوان المعارضة بين حكومة ومعارضة، موافقة ومعارضة، وهذا ما ستسعى إليه
الأحزاب خلال الفترة القادمة، على اعتبار أن الديمقراطية تتطلب معارضة. هسه أريد نتكلم شوية عن وتجعلهم في المعارضة. نعم جيد، حتى لا يعني يشغلنا الموضوع أو هذه التفصيلات الكثيرة، تدري هذه كلها أنا أنقل أفكار رأي عام وما يتحدثون به في الجو، ولكن نتحدث بالتحليل. بوركت بوركت أستاذ نايف، أنا هسه أقف يعني هاي عندي 3 دقائق دي خبرون الشباب. دكتور مهند، وضع إقليم كردستان هناك متغير سياسي أفرزته هذه الانتخابات في نتائجها الأولية وانطباعات المراقبين، هذا أيضا يؤسس جديد لخارطة العلاقات داخل إقليم كردستان ما بين كياناته، لو يعني هذا الموضوع لن يؤثر في فاعلية الكرد في بغداد؟ أعتقد أنه المفاجآت أيضا كان لها وقع في إقليم كردستان، يعني بعض وسائل الإعلام تحدثت عن صعود تيار وضعف تيار آخر أو عدم حصوله على الجيل الجديد بالضبط، وبالتالي هذا أيضا يأتي في إطار يعني الأرقام الأولية أو أرقام وكلاء الكيانات. لكن أعتقد أنه الحالة في إقليم كردستان صحيح أنها مرتبطة بشكل بالوضع الداخلي، لكن أعتقد أنه تصورات إقليم كردستان وأحزاب كردستان هي ستتخذ نفس المنطلقات في علاقتها مع بغداد، باتجاه القضايا الرئيسية، باتجاه العلاقة بين الجانبين، باتجاه المشاكل العالقة التي كان في الفترة السابقة بعض المحاولات لإنهائها، وهذا ما أعتقد أنه سيميل إقليم كردستان إلى الإجماع في بغداد بين القوى الشيعية والقوى السنية. التجربة دكتور مهند، التجربة في عام 2018 كانت يعني تؤسس لمشكلات، يعني لم يكن الكرد على قلب رجل واحد في التعامل مع خارطة توزيع المناصب. الظهور السياسي الجديد راح يعقد المهمة في بغداد لو يصعبها. يعني إذا أخذنا حساب المقاعد وحجم المقاعد، أعتقد أنه صعود الجيل الجديد ربما سوف لن يكون مؤثر بشكل كبير مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بالتالي أعتقد أنه قد يندفع، أو إذا كان ضمن تحالف الكردستاني كما كانت الآلية سابقا من قبل نواب كردستان، ربما سيكون هنالك يعني انسجام ما بين الحركة الجديدة، أما قد تكون هي خارج هو للسليمانية، هو قريب للسليمانية أكثر من أربيل دكتور مهند صح؟ نعم أيه. نعم الجيل الجديد في السليمانية، لكن هو أيضا يعني حصل على مقاعد، أعتقد مقعد في أربيل حسب الأرقام الأولية، لكن الثقل في السليمانية وفي محافظة كركوك. نعم شكرا جزيلا دكتور مهند، وأشكر الأستاذ نايف الغانم ضيوف هذه الساعة من التغطية. طبعا كنا بانتظار أن يكون هناك مؤتمر صحفي للمفوضية، لكن الأستاذة نبراس في سياق المداخلة، نبراس أبو سودة مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، قالت لن يكون هناك مؤتمر صحفي ولكن مجرد إعلان من خلال الموقع. بكل أحوال سنتابعه من خلال تغطيتنا المستمرة للأخبار العاجلة. نترككم بحفظ الله ورعايته، ونستمر غدا مشاهدينا الكرام في متابعة مستجدات إعلان النتائج أولا بأول. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله بعد هذا اليوم الطويل.